تعرف على حضرتك؟ محمد حجاج، محامي بالنقض وعضو حزب الفضيلة والمتحدث الرسمي باسم مجلس أمناء السلفية بجمهورية مصر العربية. إيه رأيك في النهاردة 29 وبكرة 30/9؟ إيه رأيك في الجمعة 30/9؟ والله يا جمعة 30/9 كانت المبادئ المعلنة، فهي مبادئ كويسة جدا، يعني مبادئ قيمة جدا، وعلى رأسها إلغاء قانون الطوارئ. هي الثورة قامت ضد الاستبداد وضد الظلم، إزاي إن أنا قاعد الثورة أجي فرض قانون الطوارئ؟ يعني مسألة غير مقبولة أصلا. يعني حضرتك مع نزول 30/9؟ أنا مع نزول 30/9 إذا كانت مبادئ المعلنة وما تطلعش عليها مصالح فئوية أو مبادئ فئوية تانية. يعني مثلا اذا كانت الغاء قانون الطوارئ، تحديد جدول زمني لاجراء الانتخابات وتسليم الدوله لحكومه مدنيه، ولا هذه المبادئ مبادئ مشروعه ومبادئ قيمه جدا للشعب المصري، وده كل مطالبنا. نصيحه للطيارات التي لم تنزل بكره. والله الطيارات التي لم تنزل انا عايز اقول لهم نصيحه واحده، يعني انا مش عايزين نتني ساكتين 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 لحد ما نفاجئ ان المره الثانيه المعتقلات اتفتحت وسجناء الراي كتروا. فيا ريت اي حاجه ضد اي اجراء تعسفي كله ينزل لها وكله يتحالف معاها. شكرا يا فندم. نعم يا فندم، شكرا. جاهز نتعرف على حضرتك؟ وليد البسيوني متغمر، مهندس. تمام، اتفضل. ايه رايك في جمعه 30/9؟ جمعه 30/9 هي جمعه مطلوبه، ومطلوب فيها كل القوى السياسيه، مطلوب فيها ان احنا بنحاول الارض الثوره بتتسحب من تحت رجلينا كلنا، طوارئ بترجع، مش حاسين ان في تغيير، كان حسن مبارك راجع من جديد، كان الارض بتتحرس من جديد، ان النظام الجديد يجي لنا تاني، كان المجلس العسكري بيضرب عرض الحائط بينا كلنا كقوى سياسيه كلنا، مش هنقول اسلاميين ولا ليبراليين ولا اشتراكيين ولا اي حاجه من دي، هنقول ان احنا كناس نزلنا علشان مجموعه من المطالب المشروعه والسهل تحقيقها بيتم المماطله فيها على مدار 6-7 شهور، ويتم تغييب الواقع السياسي في مصر لنعرف صحيح في انتخابات بتتعامل في 28. انا بسال، فتح الانتخابات في 28، انا دايرتي في متغمر يوم 3 يناير، ليه اقعد شهرين؟ تمام، هيصرف ازاي المجلس العسكري؟ هيطول لي الموضوع ليه؟ يوصلني لمرحله ان رئيس الجمهوريه مش عارف هينتخب امتى ليه؟ طبعا مع الارهاصات اللي بتيجي، مع بدايات التضييق على قانون الطوارئ، مع سحب التراخيص من بعض الصحف، مع اشاعه طالعه امبارح ان جريده الفجر مثلا بيتم مصادرتها ونيجي نلاقيها في السوق الصبح، ما نعرفش هي كانت بتتصادر ليه بالليل وعايزين ونزلوها ليه الصبح وعملوا ايه؟ تضييق على الاعلام، تضييق على الناس، تضييق على الثوره، ما بلاش عارفين مين هم اصحاب الثوره، هل هم اللي موجودين في الـ في الـ في الحكومه وفي المجلس العسكري؟ احنا سلمنا لهم امانه، الامانه دي يجب ان يردوها للشارع ده، لان الشارع ده اصلا ثورته ضاعت من تحت ايديه بسببهم، بسبب مطلتهم. واحنا بنقول ان الشعب ده زي ما بيقول جمال حمدان، الشعب الوحيد في العالم اللي اوعى يفتكر المجلس العسكري، ان الشعب ده له طبيعه زي طبيعه اي شعب. جمال حمدان له نظريه بتقول الشعوب كلها بتصور كالبركان، يعني تقدر تشوفه كده هو بيغلي وتقول له اه ده قدامه يومين وينفجر. لا، الشعب ده بيصور كالزلزال، هدوء ثم هوب خلاص هد وخلاص انتهى، زي ما حصل في 25 يناير. يتوقع المجلس العسكري انه مش هيزود ضغط علينا اكتر من كده، يتوقع المجلس العسكري ان احنا الناس دي هتصور كالزلزال والعواقب هتكون مش كويسه. شكرا. شكرا يا فندم، شكرا. اتفضل سعادتك، تعرف على حضرتك؟ خليل حسن من الحسين. انت زعلان ليه وتقول لي بتاخد ناس؟ لا مش زعلان، انت هتهمتني كده. لا ما هتهمك ازاي، بس انا شايف انت يعني بتاخد ناس معينه في الاول وابتديت تاخد مننا اهو. لا الناس كانت واقفه بقالها ساعه مستنياني، لكن انا باخد عشوائي وكل الطبقات. بس اهم حاجه عايزين مصلحه البلد، عايزين كله يبقى. هي بقى مصلحه البلد؟ ان كله يبقى واحد ما نتفكش. احنا اتفكنا، في ناس كتير اتفكت وبعدت عن الثوره، عشان كده الثوره ابتدت تضيع مننا. يعني الناس زي تعاد الثوره الى ازاي؟ يعني ايه الخطوات اللي ممكن تعيد؟ نبقى حزمه واحده زي ما قال الاسلام وقال الدين، كلنا نبقى حزمه واحده، عمرها ما تتاخد مننا. طول ما احنا متفرقين هتبتدي الثوره زي ما انت شايف كده ضايعه مننا. طب اتعرفنا على اسمك الاول ولا؟ خليل حسن. اتعرفت منين؟ انا من الحسين، من الجماليه. ويعني الصبح هتبات النهارده ولا هتيجي بكره؟ ان شاء الله بات معاكم. شكرا يا فندم، تحت امرك. ناخد الشاب الصغير دوت بقى. ايوه عم، اسمك؟ اسمك يوم صباح. ايوه علي، جاي ليه النهارده؟ جاي عشان نرجع ثوره مصر، وان الشعب المصري كله في ثوره مصر. انت بات النهارده ولا تروح؟ هبات ان شاء الله. شكرا يا حبيبي، ان شاء الله يبارك لك. تعالى الشاب السائر اللي جاي ده اللي عرقان حاج، ده حبيبي. ايوه حاج عادل. السلام عليكم. احنا جايين النهارده بنطالب بالمجلس العسكري 8 اشهر لحد النهارده، غلى الاكل والشرب على الناس الغلابه، عشان الناس الغلابه طلع عن سلسفيل ام الثوره
من يوم ما اتعملت لحد النهاردة. بنقول له يا مجلس يا عسكري انت بقالك 8 اشهر حطينا شلنا الحرامية وحطيناهم وحبسناهم، فين موارد الدولة 8 اشهر؟ غليتوا كل حاجة، وريتوا للشعب الغلبان ده ايه؟ ضميتوا الاخوان المسلمين والسلفيين وأوانتوا حزب جميع الاحزاب كلها اللي هي حزب الوطن الفاسد والحزب مجلس الشورى، قومتوا الانفلال كله من اول وجديد بسبب الاخوان وبسبب السلفيين وبسبب المجلس العسكري. الانفلات الامني اللي عمله المجلس العسكري تاني مره، الانفلات الامني اول مره للداخليه كانت الداخليه، اما الانفلات الامني اللي عمله تاني مره المجلس العسكري يوم ما دخل علينا يوم 9 ابريل، يوم 8 ابريل كان معانا الثوار الاحرار بتوع الجيش والضباط الاحرار كانوا معانا على المنصات، قتل منهم 3 الساعه 3 الا ثلث، دخلوا الجيش فرقه 3 سبعات وفرقه 3 تسعات دخلت ميدان التحرير وقال لك الجيش والداخليه ايد واحده، ايد واحده على مين؟ على الثوار الاحرار اللي عايزين يعدلوا ميزان البلد من 52 البلد وهي معوجه. ديت كان الملك ملك فؤاد وبعد كده الملك فاروق، وقبلك الملك فاروق كان ملك مصر والسودان في 52 اول ما مسك المجلس العسكري بعد ما خدوا الثوره 23 يوليو 52 خدوها من محمد نجيب، ها انقسمت مصر بعد ما كانت مصر دوله واحده هي والسودان، الملك فاروق ملك مصر والسودان بقت مصر وقبلك دوله وبقت السودان دوله. ده 52 حكم العسكر من 52 لغايه النهارده، فبنقول يسكت يسكت حكم العسكر. شكرا فندم، شكرا.